طبعا أنا صورت هذه المقدمة بعد ما خلصت من مونتاج الحلقة، لأنها كانت الخطة أنها تكون حلقة واحدة كاملة، لكن قررت بعد ما خلصت المونتاج أني أخليها جزئين لأسباب خاصة متعلقة بشد الانتباه. فراح يكون هذا الجزء الأول وراح نتكلم فيه عن غاية أو موضوع الكتاب، والجزء الثاني راح نتكلم عن آلية السماح بالرحيل التطبيقية. أتمنى لك مشاهدة ممتعة جدا يا صديقي العسل. اليوم راح نتكلم عن المشاعر، ولكن من وجهة نظر وبطريقة لم يسبق لنا أن رأيناها بهذا الشكل من قبل. راح نتعمق في الحديث عن المشاعر بشكل كبير ومسبوق، وراح نتعلم آلية تخلينا نعرف كيف نتحكم بمشاعرنا ونتخلص من المشاعر السلبية إلى الأبد. الكتاب جدا قوي وجدا دسم وعميق، واحتمال جدا يكون مر عليك اسم هذا الكتاب، وأغلب الناس اللي تكلمت عن هذا الكتاب كانت تقول هذا الكتاب منعطف في حياتنا، وأنا أراهن إن كلامهم هذا حقيقي فعلا. الجزء الأول من شرح كتاب السماح بالرحيل للمؤلف الدكتور ديفيد هاوكنز في هذا الفيديو. الكتاب دسم دسم جدا، ويحتاج منك كوب قهوة مضبوط وعليه الكلام، أو مشروبك اللي أنت تحبه، وركز معاي، الكلام عميق 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 بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويلا نستمتع. الفيديو هذا يا صديقي العسل برعاية منصة سند للكتب، وهذه منصة وفرت خدمة جميلة ومسبوقة برضو. قالت لك إذا أنت تبغى كتاب من دار نشر معينة، إحنا راح نربطك بدار النشر اللي أنت تبغاها. تدخل على منصتهم وتدخل على دار النشر اللي ناشر هذا الكتاب وتطلب الكتاب، ومنصة سند توصل لك هذا الكتاب لأكثر من 55 دولة حول العالم. 55 دولة يا صديقي المتابع، الكلام هذا خطير؟ لا، والتوصيل عندهم مجاني، وكتبهم أصلية ومضمونة جدا، وإذا وصلك الكتاب وفيه مشكلة أو تلف يستردون لك المبلغ مباشرة. وبرضو منصة سند الكتب الله يعطيهم العافية أعطت خصم خاص للي جايين من دوباميكافين. استخدم الكود حق القناة DUP وراح تحصل على خصم خاص. رابط منصة سند للكتب موجود في الوصف، ادخل على المنصة وبإذن الله التجربة راح تكون مرضية جدا بالنسبة لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وفكرة القناة اني راح اقرأ واشرح لك الكتاب اللي انا قرأته، فاذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكي. خلني اول شيء اعترف لك اعتراف، الفترة الاخيرة جميع الكتب اللي اشرحها اكون اقرأها واشرحها لك في نفس الوقت، جزء من الكتاب او عدة اجزاء من الكتاب الخصها واشرحها لك في مقطع فيديو. هذا الكتاب يبدو ان الحركة هذه لن تنفع معه ابدا، الكتاب دسم دسم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لذلك اود ان استميحك عذرا يا صديقي العسل، راح اعطيك الجزء الاول من هذا الكتاب بشكل يوصل لك غاية هذا الكتاب والطريقة اللي راح تستخدمها، وهذا هو اللي سواه ديفيد هاوكنز في الجزء الأول والمقدمة. وبعد كذا هو تناول تفاصيل دقيقة جدا جدا، اسمح لي أأجل باقي أجزاء الكتاب بعد ما أقراه أكثر من مرة، لأني أبغى أتأكد أن المعلومة وصلت لي أولا عشان أوصلها لك بشكل صحيح ثانيا. وفي نفس الوقت تطمن تطمن، ما راح تطلع من هذا الفيديو من تراضي، راح أشرح لك غاية الكتاب فعلا وخليك تطلع منه وعندك أسلوب جديد تتعامل فيه مع المشاعر، وأسلوب فعال بإذن الله أنه راح يكون فعال معك. يلا أنا متحمس مثل ما أنت متحمس، خلنا ندخل في التفاصيل. ركز هاوكنز في المقدمة على أمر جدا طبيعي وفطري عند الإنسان، أنه ما في شخص على وجه الأرض إلا ويبحث عن السعادة والسلام الداخلي والراحة والحب وما إلى ذلك، أكيد أننا متفقين. وقال لك أن الناس تحاول توصل لهذه المشاعر بشتى الطرق، اللي يمارس هوايات مثل الرسم والغناء ولعب كرة القدم والنادي وما إلى ذلك أشياء كثير، أو اللي يتزوج ويكون عائلة وينجب أطفال ويحبهم ويشعر بالسعادة بالشيء هذا، وبرضه بعضنا يسافر وبعضنا يخدم الإنسانية والبشرية، واللي يخدم العلم واللي يحقق اختراعات وإنجازات، أشياء كثيرة. يعني حرفيا جلس تقريبا صفحتين أو وجهين ونص وهو يتكلم عن هذا الشيء، يعدد الأشياء اللي من خلالها الإنسان يوصل لهذه المشاعر. وقال لك ما في أحد فينا سأل ليش رغم كل هذه الملهيات والوسائل في ناس لا يزالون حزينين وخائفين وقلقين ومتوترين وعندهم شعور باللامبالاة وإحباط، وأحيانا يوصلون إلى مرحلة الاكتئاب، مشاعر تكون جدا جدا سلبية بالرغم من كل الوسائل الترفيهية اللي موجودة اليوم. سؤال عميق، سؤال عميق جدا يا صديقي العسل. وقال لك جوابه هو أننا بمنتهى البساطة لا نتخلص من مشاعرنا السلبية اللي موجودة فينا، مهما كانت الوسائل الترفيهية والمهليات موجودة في الخارج، إن لم تتخلص من المشاعر السلبية اللي موجودة في الداخل راح تظل حزين بأي شكل من الأشكال أو في أوقات معينة. يا سلام
يا سلام يا سلام، بداية جميلة جدا. يقول لك المشاعر السلبية غالبا تجي عندنا لأنها ترتبط بحدث سيء معين، واحد فقد له حبيب، واحد غدروا فيه أصدقاء أو شخص كذب عليه وخانه، واحد الحياة كانت بالنسبة له جدا صعبة، واحد تعرض لموقف خلاه يشعر بالخوف والقلق من أي شيء حوله ويشكك في جميع العلاقات اللي موجودة معه. أحداث تزرع فينا مشاعر سلبية. ممتاز. قال لك جميع الأشخاص في العالم يتعاملون مع هذه المشاعر السلبية بثلاث طرق. أولا الكبت أو القمع، يعني انتابتك مشاعر حزن أو غضب أو خوف، تدفنها أو تقمعها، تحاول تكتمها. نحط المشاعر هذه في أرشيف العقل الباطن ونبدأ نتعامل مع الحياة وكأن شيئا لم يكن. قالك وأغلب الناس تكبت مشاعرها أو تقمعها، والفرق بين الكبت والقمع أن الكبت بلا وعي والقمع بوعي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بالتعبير أو بالحديث عن هذه المشاعر، وهنا يا صديقي العسل أعطاني هاوكنز صفعة. قال لك كثير مننا يعتقد أنه إذا تكلم عن هذه المشاعر وفضفض يعني بالعامية يعتقد أنه تخلص منها، والصحيح أبداً. اللي حصل هو واحد من أمرين أو كلاهما، إما أنه تشبث بهذه المشاعر ونماها لأنه تكلم عنها وكل ما يتكلم عنها يغذيها ويشحنها فتكبر، أو أنه ينقلها للشخص اللي استقبل هذا الموضوع، أو يخليها تثير بعض المشاعر المشابهة عنده. وركز على كلمة تثير لأنها هي أهم شيء في هذا الكتاب. فقال لك التحدث عن المشاعر والتعبير عنها لا يعني أنك عشت المشاعر وسمحت لها بالرحيل، وراح نرجع للنقطة هذه بعد شوي. أما الطريقة الثالثة في التعامل مع المشاعر السلبية هي الهروب، وكلنا نبغى ننحاش من مشاعرنا السلبية، فنتابع أفلام ونتابع أنمي ونطلع للكافيهات ونطلع للأماكن العامة ونجتمع مع الأصدقاء أو الأهل أو نسافر أو نلعب أو نسوي أشياء كثيرة نحاول فيها أننا نهرب من تلك المشاعر. وبرضو كثير مننا عايش على هذا الأسلوب من التعامل مع المشاعر السلبية. قال لك هذه الثلاث طرق يا صديقي العسل مع كامل الأسف تخزن المشاعر السلبية في عقلنا اللاواعي وتكون موجودة في أرشيف الذكريات وتبدأ تتراكم مع كل موقف سلبي يصير في الحياة. فبدال ما يكون عندك الحزن بهذا القدر، مع كل موقف ومع الوقت يبدأ يتضخم هذا الحزن، تتراكم المشاعر على بعضها من دون أن نسمح لها بالرحيل، وهنا تبدأ تأثر فينا المشاعر نفسيا وجسديا. وكلنا عارفين الكلام هذا ما يحتاج. تذكر مارك مانسون لما تكلم عن الدوامة الجحيمية، ونسيت اسمها والله، اللي تخليك تخاف من الخوف وتحزن لأنك حزين وما إلى ذلك؟ بالضبط، تبدأ تدخل في الدوامات أو الحلقات الجحيمية. إيه ذكرتها، الحلقات الجحيمية. هذا بالنسبة للآثار النفسية. أما بالنسبة للآثار الجسدية فهي قولون وسكر وضغط وجلطات وأمراض وأورام، وانت ماشي بعيد عنك يا صديقي العسل، بعيد عنك. أوكي، إلى حد الآن ديفيد هاوكنز ما جاب شيء جديد، أتفق ما جاب شيء جديد أبدا، لكن خذ الجديد. يقول لك بعد ما تتراكم عندنا المشاعر السلبية هذه نمضي في الحياة قدما، وبعدين تحصل لنا مواقف في الحياة، مواقف تجعلنا نحزن، ومواقف تجعلنا نقلق، ومواقف تجعلنا نخاف ونتوتر، ومواقف تخلينا نغضب. أي نوع من أنواع المشاعر السلبية اللي ممكن يخطر على بالك؟ يقول لك اللي صاير، واسمع الكلام الخطير، هو أن الموقف اللي حصل لك مجرد أداة استثارت المشاعر السلبية اللي هي موجودة أصلا. فعلى سبيل المثال لما تفقد شخص أنت تحبه وتحزن حزن شديد، فالحزن هذا اللي أنت قاعد تعيشه مو عشانك فقدت هذا الشخص، لا، أكيد في مشاعر حزن مرتبطة بهذا الموقف لا شك، ولكن كمية الحزن اللي أنت تعيشها هي موجودة أصلا، وهذا الموقف أثارها، طلعها من أرشيف العقل الباطن. يا ساتر يا ساتر يا ساتر على هذا المفهوم. أنا أول ما قريته قلت لا، ممكن يكون الموضوع فيه مبالغة، لكن لما تعمقت فيه بالتفكير اكتشفت أنه حقيقي، حقيقي فعلا. فيقول لك ما تمر عليك مواقف أحيانا يعني أوكي محزنة، ولكن ليس بهذا القدر، يعني موقف يحزنك بشيء بسيط لكن تكتشف أن كمية الحزن اللي صارت لك أكبر بكثير من الموقف. بالضبط، قال لك هذا لأن الحزن موجود فيك والموقف اللي حصل طلع الحزن فقط، حرك لك المشاعر يا صديقي العسل. هذه إحدى علامات الكبت، أن المشاعر أصلا موجودة. لا، خلني أعطيك مثال ثاني. شفت الناس اللي تصاب بفوبيا، يصير عنده فوبيا من شيء معين، لما تفكر في الموضوع شوي تكتشف أن الفوبيا خوف أكثر بكثير من اللازم، وهذا دليل أن الشيء اللي هو صار يخاف منه أو في فوبيا إزاءه ليس إلا مجرد أداة طلعت هذا الكم الهائل من الخوف اللي مدفون فيه أصلا. صديقي العسل الكلام خطير، خطير جدا. خذ مثال ثالث وهذا ستتفق معي فيه وبنقفل الموضوع. هل سبق أن استمعت إلى معزوفة موسيقية، بيانو أو كمان أو ناي، اللي يخطر على بالك؟ معزوفة
معزوفة جميلة وهادئة، وتكتشف أنك دخلت في حالة من الحزن، لا وأحيانا تكون أجهشت بالبكاء. معزوفة يا رجل، ما في ولا كلمة واحدة انقالت، وبالرغم من هذا تجهش بالبكاء. معنات الكلام، هذه المعزوفة أثارت بعض المشاعر المدفونة الموجودة أصلا فيك. معنات الكلام اللي قاعد يقوله ديفيد هاوكنز حقيقي وخطير جدا. عاد انت قس أمثلة كثيرة، أحيانا تتابع لقطة في فيلم فجأة تلقاك تغضب بشدة وكأن المشهد اللي انت تابعته ما هو تمثيل، ومو بس كذا، الموقف أصلا صار للشخص اللي في الفيلم، انت تغضب ليش؟ هذا معناته انه في مشاعر غضب مدفونة فيك. وضحت؟ هذا المنظور اللي أول مرة أشوف فيه المشاعر. فيقول لك ديفيد هاوكنز هنا، يجب أن نسمح لتلك المشاعر المكبوتة بالرحيل. يا سلام يا سلام، لكن الشاهد أبغاك توصل لك هذه الفكرة لأنها مهمة جدا. أنت إذا عرفت المشكلة معناتها أنك وصلت إلى 50% من الحل. مشاعرنا يا صديقي العسل قاعدين نكبتها، قاعدين نخليها تتراكم مع الزمن. بعض الأحيان يحصل لنا موقف يخلينا فعلا نسمح لهذه المشاعر بالرحيل أو بجزء كبير منها، وأحيانا نكون لا إلى حد الآن قاعدين نراكمها منذ الطفولة. خلني أعطيك مثال لبعض المشاعر اللي أحيانا تكون أنت سمحت لها بالرحيل. أنا عن نفسي مثلا وفاة الوالد الله يرحمه ويطول بأعمار آبائكم ومن تحبون، ويرحم الميت منهم يا رب العالمين. شوف الموقف اللي صار، توفى لي شخص عزيز على قلبي بشكل جدا مفاجئ، هذا الكلام قبل وفاة أبوي بكم سنة، وأثرت فيني وفاته وطلعت كميات من الحزن والصدمات والخوف والرعب والهلع وأشياء كثيرة، لدرجة أني دخلت في وسواس الموت لمدة 5 سنوات. طبعا الحمد لله تخلصنا من وسواس الموت بدون اللجوء إلى أي طبيب، لأني مؤمن أن الأمراض اللي تأتي من الداخل ما في أحد يقدر يصلحها إلا أنت. ما علينا، المهم بعدها حصلت وفاة أبوي. طبعا وفاة أبوي حزنها لا يقارن بأي وفاة شخص آخر مهما كان، إلا أمي الله يحفظها ويطول بعمرها. بعد وفاة أبوي بكم سنة توفى شخص آخر عزيز علي بنفس معزة الشخص الأول، قريبين جدا بالمعزة إلى قلبي، ولكن ما أثر فيني وفاة هذا الشخص زي ما أثرت فيني وفاة الشخص اللي مات قبل أبوي. والسبب أن وفاة أبوي أتاحت لي الفرصة أني أعيش مشاعر الحزن المتراكمة عندي وأسمح لها بالرحيل بشكل كبير جدا، أو تقريبا تكاد تكون رحلت كلها. فلما حدثت وفاة الشخص بعد كم سنة حزنت، يعلم الله حزنت، ولكن كمية الحزن لا تقارن أبدا بالوفيات اللي صارت قبل. وهذا يعني بناء على كلام ديفيد هاوكنز أنها لما حدثت الوفاة أثارت الحزن اللي موجود فيني، واكتشفت أن الحزن اللي موجود فيني المتراكم كان قليل جدا. بس على هذا المثال أمثلة كثيرة تصير لك في الحياة. يخونك أحد الأصدقاء، يكون فيك مشاعر غضب وخيبة أمل كبيرة وقوية جدا، إذا عشتها وسمحت لها بالرحيل يخونك شخص ثاني بنفس المعزة ما تتأثر بنفس القدر. ليش؟ لأنك عشت المشاعر لما استثارها ذاك الموقف وسمحت لها بالرحيل. فيقول لك ديفيد هاوكنز، أحيانا نسمح لمشاعر كثير بأنها ترحل بشكل لا واعي من دون ما ندري، لكن من اليوم راح أعطيك الطريقة الواعية اللي تخليك تتعامل مع هذه المشاعر بشكل جدا واعي وتسمح لها بالرحيل. واسمع هذا الاقتباس الجميل جدا، يقول لك نخاف من مشاعرنا ونخاف من أن ننظر لها لأننا لا نملك الآلية الواعية للتعامل معها، فتتراكم حتى تصل بنا إلى أن نتمنى الموت لإنهاء هذا الألم. بعضنا يا صديقي العسل يخاف أنه يواجه مشاعره أصلا، بعضنا يخاف من أنه يفكر في بعض المواضيع لأن فيها مشاعر قلق وتوتر وخوف ورعب وحزن وأشياء كثيرة يخاف يواجهها، والسبب اللي يخليه يخاف يواجهها أنه ما عنده آلية يعرف كيف يتعامل معها، فتبدأ تتراكم عليه مع مرور الوقت إلى أن يصل إلى مراحل الاكتئاب أو إلى مراحل الله لا يوصلنا لها إن شاء الله أنه يتمنى الموت لإنهاء هذا الألم. بعدين يقول لك، تأكد يا صديقي العسل أن ليست المواقف هي اللي تؤلمنا، لا المواقف مي هي اللي تؤلمنا، المشاعر المرتبطة بهذه المواقف هي اللي تؤلمنا، وعشان كذا يكون أحيانا الحدث قضى عليه 10 سنوات 15 سنة، راح وانتهى صار من الماضي، ولكن لا يزال إلى اليوم يؤلم، والسبب هو أن المشاعر المرتبطة بذاك الحدث لا تزال تؤلمنا إلى هذا اليوم، فآن الأوان أن نسمح لتلك المشاعر بالرحيل. أوكي، كذا يكون انتهى الجزء الأول، أتمنى أن يكون جزء جميل جدا. الجزء القادم راح ينزل خلال كم يوم بإذن الله. إذا تعرف أحد ممكن يستفيد من هذا الكلام شارك له هذا الفيديو، لا تبخل عليه يا عسل، واللايك اللي راح تعطينا إياه راح يساعد في انتشار هذا المقطع لشريحة أكبر. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي العسل، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.